معايا الحاج عامر من الفيوم، اتفضل. يا باشمهندس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك انا ليه اكتر من 3 اشهر بحاول اتواصل مع حضرتك مش عارف اوصل. من حظي السيء بعتذر لك. لا ده حظي انا والله اللي حلو ان انا سمعت صوت حضرتك. ربنا يكرمك، اتفضل. حضرتك انا كان عندي بقره وجاموسه. ايوه. الحمد لله دلوقتي بقى عندي 7 بقر وعندي 3 جاموسه. ما شاء الله. بس انا عايز برنامج تغذيه. انا شايف الـ 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 انا باكل مقموره بس مش باستمرار. عندي برسيم، عندي العلف، العلف بجيبه غالي قوي وبيصرف عليه. العجل صرف عليه المره دي صرف عليه حوالي 6000 ونص لاجل العلف، وجا في الوزن مديني 224 كيلو 430 كيلو. دي اول مره اسالك سؤال. اتفضل يا باشمهندس. من خلال الحوارات اللي انا باجريها مع المتخصصين، كل حيوان وكل سن وكل نوع بيبقى ليه برامج تغذيه خاصه بيه، يعني ما نقدرش نقول ده برنامج تغذيه عام لكل الحيوانات. لكن انا عملت كذا حلقه، مش كذا حلقه، عدد كبير من الحلقات عن الاعلاف الخضراء ودورها في تنميه الثروه الحيوانيه. ليه ما ابتدتش تطبق زراعه اعلاف خضراء وتراكيب علفيه؟ هو للاسف يا باشمهندس احنا بنجيب العجل، انا بروح اجيب العجول من كفر الشيخ او من دمنهور. ايوه. فبجيب العجل من هناك بدخله علف على طول، علف جاف مفيش الا تبن. انت بتشتغل على علف الجاف ورده ودش. حاضر. هنعمل يعني العجول اللحم ما بحطلهاش مكموره او ما بحطلهاش اي اعلاف غير العلف الخلطه اللي هي دشه ورده وفول والكلام دي. حاضر. انا ان شاء الله اما البهايم الحليب بعد اذن حضرتك، البهايم الحليب انا عايز حاجه اللي هي تديني انتاج لبن حلو او عالي، يعني نسبه معايا ينتج معايا. انا بوقف الفحل ابن 40 يوم، ابن بهايمي بوقفه. انا المره اللي فاتت دي مطلع على العيد الكبير ابن 16 شهر مطلع 520 كيلو. ايوه ما شاء الله. ابن 16 شهر مطلع 520 كيلو. 16 شهر 520 كيلو. 520 كيلو ابن 16 شهر بالظبط. انت كمربي شايف ان ده كويس؟ انا شايف بالنسبه لي ده كويس. يعني انا شايف انه وقف معايا سنه و16 شهر وطلع 520 كيلو فحل الجمسي مش العجول. فحل الجمسي. طيب. بس انا عايز حاجه برنامج للبهايم الانيه اللي اقدر امشي عليه. عينيا. يقدر يعمل معايا جزء. هبتدي. ثلاث اشهر وتنك وتصرف تاني. هبتدي ان شاء الله. ثلاث اشهر وتصرف تاني. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنبتدي نعمل فقرات عن التغذيه لكل الاصناف للاعمار لانتاج الالبان او اذا كان تسمين، ونبتدي نتواصل معاكم، واي اسئله برضو هتسالوها هنرد عليكم من خلال المتخصصين. تسييب من العجول العلف صح ولا غلط؟ ايوه. انا بسيب بهايمنا بسيب كله من العجول العلف، جنبنا دكتور ربنا يصلح حاله والله، يعني الراجل عامل فوق العاده من الشغل يعني بيجيب لي التلقيح حتى لو انا مش موجود. أيوه. يقول لي التلقيح جه وبرن عليه الراجل كتر خيره، خد فلوس ما خدش فلوس بيجي لك. ده طبيب بيطري حر ولا تبع الوحده؟ لا ده طبيب بيطري تبع الوحده. تبع الوحده؟ تبع الوحده. يعني ده شغل بتقدمه الوحده؟ بتقدموا الوحدة دي والله. جاب التحصين وحصل البهايم في البيت وقعد شهر سليم لما خد الاجره بتاع التحصين. ده الوحده اسمها ايه؟ في مركز ايه؟ وحده الفهميه مركز طميه. مركز طميه؟ وحده الفهميه. الفهميه؟ ده انا بتوجه بكل الشكر لهذا الطبيب. اسمه ايه؟ لا اسمه الدكتور طارق. انا اعرفه دكتور طارق. انا بتوجه بكل الشكر والتقدير للدكتور طارق، وحده الفهميه مركز طميه. مركز طميه ربنا يصلح حاله. الفهمية. انا بقول لك والله جاب لي تحصين وكان بمبلغ، كان بحوالي 500 جنيه لان حصلت كله بقى. يا عمي جه حصل لنا ومشي والله، قعد اكتر من شهر لما خد الفلوس. وانت اكيد برضو راجل موثوق فيه. الله يخليك يا باشمهندس. بس انا بقول لحضرتك عايز برنامج تغذيه واحد هيقول لي بهايم الحليب هاكلها ايه الصبح واكلها ايه الظهر واكلها ايه اخر النهار. تمام. عينيا الاثنين. حاضر ماشي. ويا ريت انا لما رن يعني يا رب بس الاقي قبول في الاتصال. طب بقول لك ايه، مش انت سبت رقمك؟ شكرا. هوصل اعداد عليك كل يوم يكلموك. تسلم يا باشمهندس والله اتشرفت بالمكالمه. عينيا الاثنين. بشكرك بشكر حضراتكم. احنا في بدايه الحلقه ابتدينا نتكلم عن الثروه الحيوانيه وعن التلقيح الصناعي، وفوجئت ان في مردود، الناس ابتدت تسال. احنا مش هننسق مع المشاهدين، لكن التفاعل ده مهم جدا، ونجاح بيفرحنا وبيسعدنا، بيفرح فريق الاعداد. ان النهارده انا بتقدم لك بمعلومه من خلال البرنامج وانت بتسال عنها وبتتفاعل معاها. بالتوفيق لكل المربين وان شاء الله القادم افضل.